وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من العاصمة الإيطالية روما الأستاذ الدكتور رياض حمزة رئيس جامعة البحرين. بداية أهلا بكم أستاذ رياض، وماذا لو حدثتنا عن ما هي أهمية هذه الاتفاقيات التي تم توقيعها على هامش فعاليات هذه البحرين؟ نعم، مساء الخير لكم جميعا. حقيقة نحن تشرفنا بالمشاركة في فعاليات هذه البحرين في العاصمة الإيطالية روما، حيث أناب سيدي جلالة الملك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب لتدشين الكرسي الذي انطلق باسم جلالته الخاص بالحوار والسلام والتفاهم بين الأديان، يكون أول كرسي في العالم حيث تدرس هذه المواد. هذه تدشين هذا الكرسي في جامعة لاسبينزا، وهي من أعرق الجامعات الإيطالية، له يعني انعكاسات وتأثير قوي جدا في الإعلام العالمي، حيث أن هذا يعكس أولا القيم التي انتهجها سيدي جلالة الملك في عهده الزاهر، وهو يعني القيم التي لمسها الشعب البحريني والإخوان في المنطقة والعالم، التسامح والقيم التي جاءت من ديننا الحنيف، والذي حرص جلالته على نشر هذه الثقافات بين المجتمع البحريني والعالم، وهي مبادرة غير مسبوقة في العالم، وستؤدي إلى تدريس أهمية الحوار والسلام والتفاهم بين الأديان في مختلف العالم، خاصة وأن العالم أحوج ما يكون الآن ومحتاجا إلى مثل هذه المبادرات التي تقرب بين الأديان والمذاهب وتنشر ثقافة الوسطية والاعتدال وتبتعد عن التطرف والتعصب في المجتمعات. كان هذه الاتفاقية وقعت من قبل اتحاد الجاليات الأجنبية في البحرين ممثلة بالأمين العام باتشي ماتمسون مع جامعة لاسبينزيا، وكذلك كان هناك أيضا اتفاقية التعاون التي وقعتها جامعة البحرين مع الجامعة والخاصة بتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمشاركة في البحث العلمي وغير ذلك. وكذلك من أهم اللي يعني الأمور التي أطرحت الجميع هنا في العاصمة الإيطالية، الدعم اللامحدود الذي قدمه جلالة الملك حفظه الله ورعاه بالنسبة للطلاب الذين تعرضوا لأضرار خلال الزلازل التي وقعت في إيطاليا لمواصلة دراستهم على حسابه الخاص. الأستاذ الدكتور عذرا وضحت الفكرة وعذرا لضيق الوقت، الأستاذ الدكتور رياض حمزة رئيس جامعة البحرين، شكرا جزيلا لك.